عليكم. وعليكم السلام. الوالدة ديالتي راه حادقة والله. ومن هنا بغيت نوجه تحية لجميع الأمهات وجميع الحادقات اللي حاضرين معنا. دابا الحادقة ديما كتبغي تخرج ولادها حادقين في حالها. أنا خويا راه شوية ما خرجت عليه الوالدة ورجعته درية. كانت كدير لي الطابلية وكتوقفوا على البوطاجي يغسل الماعن. كيكون لاعب ماتش مسكين مع صحابو عاد كيقفز ويلي ويلي خليت البوطة شاعلة. ولكن في الصراحة هو خرج حادق أكثر مني. أنا راه فقدات فيا الوالدة الأمل. داك النهار صيفطاتني عند واحد مرت خالي ندير ستاج ديال الحداقة. واد مرت خالي حادقة تبارك الله فاسية كتشقى غير على الطرف الأندلسي. دوزت عندها شي يامات. نهار رجعت لدارنا لقيت الوالده كتسناني عند الباب. يلاه سيدي وريني اش تعلمتي عند مرت خالك. صافي الوالده سيري انا معاك. بداي هي بدات كتحط ليا في المقادير وانا بدات انا بشرى لنا بشرى لنا كملي الوالده كملي نلنا المنى نلنا المنى. سمعني الوالد جا كيجري وياك العفريته وانت ديك الساعة ملي باغا تحافظي لي على شمس العشية ويلي كتخرج من فم مرت خالك بحال العسل. مازال أنا راه فيا الضو. واحد اختي راه مصفياها أكثر مني ونهار سهل على الله خطفها واحد الدمدومة. داها معاه القهوة دارت لي حالة. كتعرفوا داك النوع ديال البنات اللي كتمشي لشي قهوة كتبدا تستف تفصيل فوق تفصيل تمسح الطبلة من التفرتيت كتبغي تبين على الحداقة ديالها كتسابق مع السرفاي. خطيبها مسكين ضرباتو على الشعة مابقاش عارف حتى لمن غيعطي البوربوار. والواعرة هي ملي كنكونوا معروضين لشي عرس قبل ما نمشيو كنبدا نطلبوا فيها شوفي نتعاونوا على الشقة مجموعين باش نمشيو للعرس مجموعين. كتبدا تمرضن لا انا مريضه فيه السخفه انا غنمشي معاكم غير باش نونسكم. ها كنوصلوا لباب القاعه كدير داك الصباط ها كتعيط للجروب وي والشعبي الشعبي يا وادي ساعه مباركه باش لقينا برده هي قالت لك جايه باش تونسنا. هي راه ونست العرس كامل بجروبو بسربايتو كل شيء. قال لك الحداقه الحادقه راه عندها مواصفات. الحادقه كنشوفها من الطياره كتعرفها كتلقاها تبارك الله زينه طويله وكتاف عراض باش عب خبيط زرابي. نفهم من قد كيجر ريحه الحراق اللي في الزنقه اربعه. الحادقه مول الحانوت كيعرفها غير بسميتها. كيبداو يتجراو عند الدراري الصغار عمي قالت لك طاطا فاتيحه عطيها جوج بيضات مول الحانوت قالت لك طاطا فاتيحه بغات ربعه الخمارات. الامنيه ديال مول الحانوت يشوف فاتيحه. ولكن دابا الحادقه دارهم ما كيبغوش يجوجوها حيت كتشقى عليهم كتلقى باها معفر بحال غيبيع لك ميسي. دابا شحال من وحده سمعاتني بدات كتفكر اه داكشي باش ما بغاوش يجوجوني. وكينقز على اخو كينقز على اخوها من اللور وبغى يجوجوك حيت كتشخري ماشي حيت حادقه. حقه ما قلت لكمش خويا راه خرج حادق اكثر من العيالات. راه كان مشارك في ماستر شيف هذا العام عرفتوه. هو اللي كان كيدير المكياج للشيف موحى قبل ما يدخل البلاطو. فاطم زهراء الحوزاوي تبارك الله عليك فاطم زهراء برافو عليك.